خلينا نشوفه القرضاوي وهو بيؤيد نظام الملالي في إيران، بيقول أنا يعني أنفق دمي فداء لإيران. ما نعلم، قلت بأنك تقف مع إيران في امتلاكها الطاقة النووية للأغراض السلمية، هل ستظل تقف معها لو كان لديها مثلا يعني طاقة نووية للأغراض العسكرية من المنظور الذي تحدثت عنه؟ والله يعني ممكن إذا كان يعني لم يجلب عليها ذلك شرا، أو إذا كانت محتاجة إليه، وإذا لم يجلب عليها ضررا أؤيد هذا. هي السلمية وأنا أؤيدها في هذا، وقلت إذا اعتدي عليها أنا أقف ضد من يعتدي عليها وأقاتل دونها، وإن كنت أختلف مع الشيعة في بعض الأشياء إلا أنها دولة إسلامية ومن حقها كغيرها أن تمتلك الطاقة النووية.